السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامج بالمختزل، ارحب بها بكم وبضيف الحلقه لهذا اليوم نائب رئيس الوزراء الاسبق السياسي العراقي السيد بهاء الاعرجي. سيدنا السلام عليكم، اهلا وسهلا بك في برنامج المختزل. عليك السلام ورحمه الله، حياك، شرفتم. انت الشرف. ابدي بدايه من اخر حدث مهم اللي صار بالساحه السياسيه العراقيه او الساحه الاقتصاديه، هي مرتبطات سوية، العقوبات على 14 مصرف. تعتقد او تشوف او نوصف هذه العقوبات بانها بدايه الحرب العلنيه على حكومه السيد السوداني من قبل الامريكان؟ شكرا جزيلا. انا اذا كانت هناك حرب وهناك مؤامره، فلا اعتقد ان الجانب الامريكي فقط هو الذي يقوم بها او يتوهم البعض. هذه ال 14 مصرف، انا متابع هذا الملف منذ فترة طويلة. هذا الـ 14 مصرف كان القرار فيها قاب قوسين أو أدنى، ودخلت لجنة التدقيقات منذ أيام حكومة الكاظمي. وبالتالي عندما صدر القرار قبل أيام قليلة، فهذا لا يعني أن هناك شيء حدث جديد. وأتكلم بصراحة أكثر، كثير من هذه البنوك او بعض هذه البنوك حقيقه المصارف هي اصلا لا تشترك في مزاد العمله، اصلا ب 22 ما موجود. وللاسف ان اقول هذا الشيء، ان 13 منها هي شيعيه ملاكه يعني، ولذلك كانت التهمه موجهه الى ايران، علاقتها بايران. فليس من المعقول ان تاتي بمصرف يعني من يملكه من طرف الآخر يبني بهذه العلاقة. إذن طبعا هذا لا يعني أن بعضها لا يمتلك مخالفات أو شيء من هذا القبيل، لكن كنت عرفت اليوم أربع مصارف دخلت، هي مو عقوبات، هي تدقيقات بالأحرى، لكن أثر على شو، فكيف 14 ما؟ لذلك أنا متأكد، وما من حق حقق أتكلم، أن السيد رئيس الوزراء جاد بهذا الملف بشكل جدي، تواصل مع الجانب الأمريكي بشكل فعال، وأوصل رسائل كبيرة أنه هذا يضر على الاقتصاد والوضع المالي العراقي. اثنين، سوف تكون هناك حلول عراقية وطنية داخلية لتجاوز تبعات وآثار هذا الشيء. هذا واحد. اثنين، هي المؤامرة المالية على العراق أو استهداف العراق من خلال الوضع المالي هو ليشجع. أول مرة يكون لدينا أو نكون أمام رئيس وزراء حقيقة يتخذ خطوات عملية في تحقيق السيادة، وبدأها من أكبر جانب في السيادة وهي السيادة المالية. تعرف التبعية المالية بسبب العقوبات وغيرها. لذلك عندما كان قرار، وهو قرار شجاع وذكي، قرار المقايضة للنفط مقابل الغاز مع الجمهورية الإسلامية، هذا كانت بمثابة ضربة، وضربة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا باعتقادي ممكن أن تكون هذه ردود أفعال، وردود أفعال موجهة لحكومة السوداني ممكن أن تكون، أنا لا أجزم حقيقة، لكن هذا معنى. لكن وين الخطورة؟ أنا أتكلم الخطورة هي ليس في هذا جنبة صغيرة من المصارف. يعني اليوم أنت اليوم بتاريخ اليوم احنا عندنا حدود 113 مليار دولار، كلها موجوده في الولايات المتحده الامريكيه. عندنا سما متاكد، لكن بحدود 700 مليون فقط في داخل العراق. يعني اليوم اذا بسبب هذه العقوبات، بسبب غيرها، بسبب كذا، تاخر التمويل الامريكي الى العراق، ممكن احنا ما نكون امام رواتب. ايضا عندنا مساله وطنيه داخليه، وهذا يعني موجه الى ابناء شعبنا العزيز. كثير طبعا ابناء الشعب حقيقه لهم يعني محقين في هذا الشيء، ما عندهم ثقة بالمصارف. ولذلك الكاش اليوم عنده مليون، وعنده مليونين، وعنده 100 مليون طاف من بيوته، وكذلك التجار، لأنه ماكو ثقة بهذه المصارف. ولذلك عندنا أزمة كاش اليوم عندما يقوم المحافظ البنك المركزي، والبنك المركزي عندما يقف المصرف الزراعي والتجاري والعقاري، لأنه ماكو كاش، وإذا دفع لهم كاش وبالتالي ممكن بعد الشهر القادم ينتهي رواتب. الأزمة المالية أزمة كبيرة وليس بصغيرة، لكن هي ليست فقط اليوم، يعني ليس بسبب عدم وجود أموال، لا، أموال العراق اليوم في أكثر مرحلة تاريخية مر بها العراق عندها احتياطي. البعض يقول احنا لكن مسألة فنية. نعم، البعض يقول ممكن احنا متجهين إلى سيناريو يشبه سيناريو لبنان أو تركيا. لا، مستحيل.
مستحيل. أنا عندنا بنك مركزي حقيقي بموجودات حقيقية، محافظ البنك المركزي رجل حريص دعم بجدية. قبل لا أروح لقضية المحافظ، السيد السوداني بدأ، أكيد حضرتك متابع مواقع التواصل، متابع اللي يجري بالسوشيال ميديا بشكل كامل، استعادوا واستحضروا تصريح السيد رئيس الوزراء في بداية تسلم المنصب رئيس الوزراء: اقتنوا الدينار العراقي، الدينار هو أقوى. لكن لحد هذه اللحظة أزمة الدولار وارتفاع سعر الدولار، هذا الفشل بس ما أسميه هو فشل بالفعل لحد الآن؟ هو مو فشل، هو ترى الموضوع مركب. يعني احنا ليش نوجد المصارف؟ يعني المصارف في العراق موجودة فقط لدخولها في مزاد العملة وتأخذ مصارف، متى تقوم بواجبها؟ وأيضا المواطن متى يتعاون؟ يعني أنا اليوم إذا عندي 10 مليون 5 مليون دينار عراقي موظف أو غيره، ليش ما يدفع بالبنك؟ وأكو هذه الفيزا كارت وأأمن وأفضل، وهذه الفلوس. يعني اليوم أكو اليوم حتى عندنا أزمة، يعني الأزمة وصلت إلى البنك المركزي يريد يطبع عملة عراقية جديدة حتى يعوض، لكن مغطاة طبعا مو عن فراغ، ما قدر إلا من خلال سنة أو من 12 شهر إلى 18 شهر. وبالتالي إذن يجب أن يكون تعاون مع المواطن ومع المنظومة المالية من أجل تفادي هذه الأزمة. أنا أقول الأمريكان أخطأوا خطأ فادحا وكبيرا في هذا الأمر. يعني اليوم أنت تدقيقات لبنوك إيش قد تأخذ؟ شهر شهرين ثلاثة. لكن من المعيب على الولايات المتحدة الأمريكية وتقول أنا اللي دي هذه المراقبة وكذا، أنا اطلعت على بعض الأوراق وأكو مصرف أو اثنين بال22 وهذا الشيء ما مشتركين في المزاد، وأكو أحد البنوك أيضا هو مجمد يعني ما يسمح له شغل. فبالتالي هذا استهداف واضح، وأنا باعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أرادت رد فعل لما جرى للقرار الحكومي الشجاع بالمقايضة بالنفط مقابل الغاز. دعني أعود إلى بداية حديثك عن خطوات السيد السوداني بتحقيق السيادة وبدأها بملف المالي. بيقدر السيد السوداني ممكن يحرر الأموال العراقية من يد الفدرالي الأمريكي؟ أكو يجب خطوة نقدر نستطيع؟ هو يقدر الرجال، كل واحد يقدر. ترى هي وضعها تحت الحماية، هي مطلب عراقي قبل أن يكون مطلبا أمريكيا. طبعا، لأن تدري إحنا اليوم اللي ما يعرف الشارع، أنا اليوم بسبب سياسات النظام السابق العراق مطلوب إلى شركات وإلى أفراد وإلى دول، وهذه الأموال حتى نادي باريس تنازل عنها كثير، لكن موجودة كثيرة أكثر من 200 مليار دولار. فبالتالي أي بالعراق أي شيء يبيع اليوم بالنفط ممكن لهذه الأفراد أو الشركات أو الدول أن تحجز على هذه الأموال، وبالتالي مسوف الأموال. فبالتالي هذا الحماية وجدت من أجل العراق والآن موجودة. وأنا حقيقة طلعت على بعض التفاصيل، اليوم هذا الاحتياطي أيضا موجود في البنك المركزي. تعرف اليوم الفائدة زادت في العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية 4%. يعني إذا عندك 100 مليار أنت، يعني الحمد لله وشكر حكومة الكاظم الأخيرة كانت تصريف أعمال ما صار بها صروف، ولحد الآن الموازنة أيضا ما اشتغلت. فبالتالي 100 مليار دبلك 4 مليار بالسنة. أحسن ما جدتي كانت 100 مليار تفرهدة نصح. طيب، السيد السوداني كان يعول كثيرا على السيد علي العلاق محافظ البنك المركزي بحل أزمة الدولار. يجي السؤال هنا، هل كان اختيار السيد علي العلاق اختيارا خاطئا؟ لا ابدا، دليل على انه صار بعض الشيء. هو الموضوع ما يتعلق بشخص المحافظ ولا يتعلق بأي، هو هناك سياسات، هناك ظروف موضوعيه، ظروف زمنيه. الموضوع اليوم السياسي يأثر على الموضوع المالي كلش. يعني اليوم امريكا ما تقدر، الولايات المتحده الامريكيه قال كان قبل اكو احتلال، واحتلال حقيقي وقطاعاتها موجوده، ممكن ان يوقفك بتهديد عسكري. اليوم لا، هذا ما موجود. موجود ان يلزم يكون الوضع المالي من الوضع الاقتصادي من وضع خدمي معين تحت سيطره. هذه موجوده، هي ضغوطات تمارس مره على الحكومه، مره على المنظومه السياسيه، مره على الشعب العراقي. خلينا احتياك بصراحه اكثر. سيد بها هو دائما صريح بكل اللقاءات، هاي المواضيع حكومة الإطار وهدفها الأول، تتذكر جنابك الكريم ارتفاع سعر الدولار هو مو سبب هذه الحكومة، سبب حكومة السيد الكاظم اللي رفعت الدولار. لكن أهم شروط الحكومة كانت اللي وضعتها على نفسها أو الإطار التنسيقي هو بأن هذه الحكومة راح تنزل سعر صرف الدولار. لو هذه الأسباب نفسها كانت عند حكومة الكاظم كان يواجه من قبل الدولار طب بلاش الأمريكان. لا أنا أقول شنو أقول لك، خلينا نفكك أو نفكك بين مسألتين، بين إطار وبين سوداني. السوداني الآن من انتخب الإطار ومرشح رئيس كرئيس وزراء إطار، لكن السوداني يدفع
ثمن هذا الترشيح أو إجمن هذه الكتلة. هذا يعني لا يعني عيب بسبب الخلاف الأمريكي الإطاري مع أغلب قوى الإطار. فبالتالي مرات السوداني أو الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإجراءات ليس ضد السوداني وحكومته، ضد الإطار، لكن بتسبب النتيجة من يتحملها؟ يتحملها السيد السوداني، السيد السوداني باعتباره على رأس الهرم هذه الحكومة والتي أوعد بإصلاحات كبيرة في هذا الأمر. أنا أعتقد يجب أن يكون أن تكون لدينا رؤية وعمق حقيقي بالتفكير في هذا الملف، وأن يكون لدينا متصدين حقيقيين بالتفاوض مع الجانب الأمريكي بالشكل الذي يضمن استقرار البلد المالي. طيب السفيرة الأمريكية 24 ساعة وياهم، خلينا نقول هيك، قادة الإطار بس مو كلهم يلتقون بها، تعرف جنابك الكلمة، بعض يلتقي ببعض لا، لكن لقاءات حتى ويا السيد السوداني ويا البعض مثل ما قلنا بعض قادة الإطار، ما قدرت تفكك جزء من هذه الأزمة مع السيد السوداني وتفصل هذا الفصل اللي فصلته جنابك؟ لا ما قدرت حقيقة. أنا يعني هذه حقيقة السفيرة يعني ما تتلائم مع الوضع العراقي الحالي. هذا أنا ما أتهمها يعني بغض النظر مستوى طريقة تفكيرها. يعني تعاملت السفيرة هي كانت في واحد هاي اثنين، يعني هي من مرجعية من دائرة استخباراتية، فبالتالي السيستم مالتها الشغل في بعض الأحيان تعطي فرض وأمر وتأخذ من الجنب الاستخباراتية فقط، وهذا هي خضن غلط لأن هي CIA أصلا. هذا واحد. اثنين، حقيقة حركاتها وتصريحاتها أعطت يعني فد شبهة عليها، ولذلك التصريحات لم تأتي من فراغ. هسه ما أقول هي التصرفات أو الأفعال هي حقيقية أو قاصدة فيها، لكن هي طبيعة عملها أعطت هذا الأمر. ولذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تدفع ثمن بسبب عدم وجود تنسيق حقيقي ما بين الحكومتين العراقية والأمريكية بسبب هذه السفيرة. أنا يعني حقيقة ما أتهمها، لكن هذا يعني هذا هو أسلوبها بالعمل، وهو أسلوب لا يتلائم مع الوضع العراقي. ممكن هو هذا السبب اللي خلى سماحة السيد مقتدى الصدر يغرد التغريدة الأخيرة ضد السفيرة الأمريكية وبهذه القوة وتغريدة يعني مفاجئة. إيش قال يعني؟ السفيرة الأمريكية صادق. ويجب صادق وضع حد لها وتفاصيل، يعني يخفي شيء سيد مقتدى تعتقد له هو قريب على صحيح؟ يعني بغض النظر عن ما يكون، يعني ما أرد يعني بجاوب أو ناقش نيابة عن سماحة السيد، لكن أنا أقول هو السيد ما يباوع للسفيرة، لأنه ما معترف بهذه الدولة كلها وبسفارتها، هو يباوع على الآثار التي تترتب على سياسة السفيرة، ولهذا كانت هذه التصريحة بجانبي. زين، بس البعض يقول بأن السيد الصدر يعني نجح بإحراج الإطار التنسيقي عبر تبني شعارات المعارضة الأمريكية بشكل واضح وصريح اللي كان يتبناها الإطار السابق. لا ما حرج، وأول ما تبنى المعارضة الأمريكية والاحتلال وأول من طالب بخروج المحتل وقبلها قاوم هو السيد مقتدى صدر. الآن بعض أجزاء الإطار الذي كان جزء من الإئتلاف كان يعيب علينا. هذا حقيقة نختلف نتفق مع سماحة السيد، هو حامل الراية الحقيقية الوطنية منذ اليوم الأول. طيب موضوع الحرق المصحف الشريف وتداعيات الدولية وحرق السفارة السويدية بالعراق، تعتقد أنه أكو أطراف تسعى فعلا مثل ما يتهم الإطار التنسيقي إلى عزلة دولية للعراق؟ صحيح. وهذا يعني مو طرف عراقي، قد يكون طرف يعني أنا أولا خلينا نفكك هذه المسألة. تفضل. يعني اولا انا حقيقه اليوم او بارحه قرات الدستور السويدي، قلت ايوب شنو يعني الحكومه شمسية؟ طبعا قبلها وجدت ان الحكومه والشرطه قد منعت هذا الجنين من ان يقوم بهذه الخطوه، لكن المحكمه الفدراليه اللي ما تسمى بالاتحاديه عندنا بالعراق في السويد اعطت الحق. شفت حقيقه ماكو شيء بالدستور السويدي اسمه مقدس او مقدسات او معتقدات، لكن وجدت في المادة 8 من الفصل الأول و 23 من الفصل الأول بأنه يجب أن لا تكون اعتداء على الحريات. الأول ردة فعل الجماهير العراقية وخاصة الصدرية هي جاءت ردة فعل عفوية، يعني لم تكن بتوجيه، والدليل على ذلك سماحة السيد عندما يعني دخلوا السفارة في المرة الأولى حقيقة أبعدهم، يعني صالح محمد العراقي الصد يعني غرد بهذا المنظومة. فلذلك ما تقدر انت حقيقه تسيطر على احنا لا نقول هذا التصرف صحيح. طبعا هذا التصرف راح يدفع العراق ثمن كبير، يعني اعطيك بسبب حق السفاره السويديه
امبارح وزير الخارجيه الالماني ما اجى وما اجى كان من المفروض ان يوقع يعني اتفاقات بالاحرف الاولى على موضوع الكهرباء والطاقه وسيمنز ونقل الكهرباء والحكومه تشتغل عليها من اشهر كثيره. لذلك علينا اولا ان نتعامل مع هذا الامر مره عقائديا مثل ما دعا لسماحه السيد بحفظ القران وشهاده القران والمظاهرات وان تكون سلميه. والثانيه هو ان يكون تحرك داخل السويد. السويد في دستورها تحترم الحريات. اليوم عندنا مسلمين كثيرين، جاليه مسلمه كبيره في السويد وهي بحدودها بحدود 23% من المجتمع السويدي، سوريين، عراقيين، جاليات اخرى، فبالتالي هؤلاء هم يقوموا دعوه. هاي واحده. اثنين، حقيقه أول ما كان موفق بهذا الأمر وسبق الكثير هو السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عندما أحال الموضوع من الساعات الأولى إلى الادعاء العام. على معلوماتي قبل يومين الأسبوع الفائت تحرك ملف الاسترداد، وبالتالي الآن علينا أن نعمل جاهدين وبشكل طبيعي أن نأتي بهذا الزنين وأن يأخذ جزاء. أولا نحقق معه قبل أن نستغل بتحقيق، نشوف من وراء هذا. ترى أنت تتصور أنه هذا هو كيف هذا دمية حرك. يعني أقول لك شيء واحد ذكرني بعدين الحرب الإسرائيلية الفلسطينية اللي موجودة الآن والاعتداء على الفلسطينيين، هذا صار يعني وصل أوجه في قبل حرق المصحف الشريف بأسبوع، ولو تروح على كل القنوات وخاصة العربية منها الجزيرة المشهد العربية شو بيقول لك بس عن هذا الحرب. لذلك إسرائيل أرادت أن تبعد البوصلة عن هذه الحرب ولعبت بمشاعر المسلمين والعرب بصورة خاصة عندما أوعزلوا هذا. هاي واحد. اثنين، من الذي يحكم في السويد اليوم؟ اليوم اليمين المتطرف، والأحزاب عالميا اليمين المتطرفة موجود فيها تحالفات وإن كانوا لا ينتمون إلى دولة واحدة. يعني إسرائيل عندما يحكم المتطرف فيها على علاقة في الحزب اليمين المتطرف. هذا واحد. استعمل هذا الحزب مرة هذا الزنين ومرة هو دعاية انتخابية، لأنه اليوم أكو خلاف مجتمعي كبير داخل السويد بينه المسلمين أو العرب ويقونا جو كذا، فهذا يلقى قبول من المجتمع أقول لك بصراحة وهو خطأ كبير، فبالتالي هذه دعاية انتخابية مبكرة. أنا أرى خلينا ندب جهدنا أن نجيب هذا من يكون السويدية ما مرحبة به منطقة إقامة يعني مجدد يعني ما هو لذلك قام بهذا الفعل حتى يكسب عطف ويروح لحماية. خلينا نجيبه شنو وراه ونعلقه بالجسر، نعلقه حتى يصير قدوة للآخرين، حتى لا تفتح بعد حليك السويد ولا غير السويد. أنا أقول هذه الحرب يعني حرب حرق المصحف والاعتداء على معتقداتنا إذا ما نتعامل معه بالتعامل الصحيح فبالتالي سوف تكبر وسوف يجرون على أمور أخرى ونحن من ندفع الثمن فيها. تعتقد السيد السوداني بقرار قطع العلاقات مع السويد هو استجاب لمطلب سماحة السيد مقتدى الصدر، لو استجاب لمطلب عراقي شامل؟ أولا هذا مطلب عراقي. يعني حتى لو كان مطلب سماحة السيد مقتدى الصدر، سماحة السيد مقتدى الصدر يمثل جمهور كبير وهو مطلب حوزوي ديني معتقدي، فبالتالي لا بأس السيد السوداني أن يأخذ به وكان قرار صحيح. لكن المشكلة وين؟ المشكلة صار أكو تخوف من السفارات الأخرى. يعني قطع العلاقة ما عندك مشكلة، لكن أكو تخوف كبير من السفارات الأخرى ومن المجتمع الدولي أو حرق السفارة، وبالتالي هو لا يأتي. هذا يؤدي بأكيد إلى عزلة دولية من, 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 من الفعل اللي قامت بها السويد التي سمحت بها السويد ولا يعني المحكمة الاتحادية وهم البادين مثل ما يقول البادي أطلق. لكن هذا راح ندفع اليوم كثير من الشركات العالمية التي يطمح لها السيد السوداني يتعامل معها خلقها صار تخوف. اليوم الجزء ما تعرف، اليوم الدنمارك يخو سحبه يعني هم طلعوا، فنلندية طلعوا وما عندهم مشكلة في فنلندا ولا حرق أحد ولا سوى شيء. صار أكو تخوف. اليوم أكو صار جروب ما بين كل هؤلاء السفراء الأوروبيين من أجل الوصول إلى قرار موحد فيهم. أنا باعتقادي هذا يؤثر. لذلك يجب أن تكون لدينا وقفة حقيقية تحفظ بها ديننا وقرآننا ومعتقداتنا دون أن تضع العراق في عزلة مثل ما تريده إسرائيل وغير إسرائيل. طيب، عن السؤالي الأصل سؤالي بخصوص استجابة السيد السوداني بقطع علاقات من أجل سماحة السيد أو تنفيذ اللي طلب سماحة السيد، حتى أقول
اكو تحركات السيد السوداني بالانفتاح على التيار الصدري المنسحب تماما من الساحه السياسيه، تواصل وسطاء، لقاء السيد الصدري. يعني هو السيد السوداني يعني ممكن ان يريد هذا الشيء، وهو يعني تعرف اليوم اذا كان بالوضع السياسي بسيد مقتدى لا ثقله، واذا كان بالشارع فلا ثقله الاكبر. وشفت اللي حصل البارحه وقبل البارحه، بالتالي ممكن ان كل شيء يطلع خارج السيطره. لذلك التعامل مع سماحه السيد بشكل واقعي وعملي وايجابي يؤدي الى استقرار الوضع. اليوم انت تقول لسماحه السيد اليوم بخلاف مع حكومه السودانيه ومع الاطار، لكن اذا هذه الحكومه تقوم بتقديم الخدمات وتوفر كل شيء، انا باعتقادي السيد سماحه السيد سوف يدعمها وان لم يكن راضيا على المستوى الشخصي فيها. سماحه السيد بوصلت اليوم العراقيين، لكن عندما تكون ازمات فيها اكيد سوف يكون هناك موقفا شعبيا لا يرضي الجميع. انا اقول نركز على شيء واحد، القران يعني يجب ان يكون له موقف يحفظ به القران، ان لا تتكرر هذه مرة ثانية، أن يكون هناك تحرك أممي عن هذا الموضوع اليوم، أن يكون هناك تحرك على الجالية الإسلام المسلمة الموجودة في السويد أن تقوم دعاوي ضد هذا باعتبار سمين، لأن هم ما يعترفون بالمعتقدات مثل ما قلت لك أو المقدسات، أن تقوم اعتداء على حرياتهم وهذه الحرية الدينية، وهذا يعاقب عليها، يعاقب عقاب إذا كانت هناك من آلاف الموجودين بها. لذلك أن نتخذ الخطوات الحقيقية التي تمنع تكرار هذا الأمر. مستمرين وياك بالحديث سيد بهاء العرجي، لكن خلينا نروح الفاصل قصير مشاهدينا الكرام، بعده نتابع البرنامج. من جديد اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ارحب بكم مره ثانيه بحلقه هذا اليوم من برنامج بالمختزل، وضيف الحلقه مثل ما تعرفون نائب رئيس الوزراء الاسبق السياسي العراقي السيد بهاء العرجي، ارحب بك مره ثانيه. بنتقل لملف اخر من ازمه من ازمات العراق اللي مرات تكون خانقه، مثلا ازمه الحرق مقرات حزب الدعوه اللي البعض عزاها الى وجود محاولات من أطراف خليني أقول قريبة على التيار للإيقاع بينه وبين حزب الدعوة. يعني أنا أشوف أنه ما نوقف عدائي كثير على حقيقة، ولا الأخوان في حزب الدعوة يقوموا بالاعتداء على رمز التيار وأبونا جميعا السيد الشهيد الصدر الثاني، وهذا تعرف يعني هو أيضا عندهم بيت الصدر في شيء لم يكن مقدس، وبالتالي في مهم ولا يجوز التجاوز عليه. لكن حرق المكاتب هذه مسألة طبيعية يا أخوان، يعني تدري حرقنا مكاتب مجلس الأعلى من كانوا في وقتها، فهذه بالعكس صارت تقننت على مستوى أقل. هذه عواطف ناس ما تقدر تلزمها. عندما يكون تيجي اسم السيد الشهيد الصدر ما تقدر تلزم هذه العواطف يعني حقيقة، بس بالتالي أكو فتنة صحيح، لكن ذلك علينا أن نعتبر منها، وأن أيضا تكون عندنا يعني تكون للحكومة ولكل هذه الأحزاب باعتبارها جزء من الحكومة أن تكون هناك رقابة إعلامية كبيرة. يعني اليوم أي واحد جاي فاتح له وكالة، أي واحد فاتح له صفحة فيسبوك، أي واحد تدري اليوم أكو دول معادية للعراق يسوي جروبات وسياسيين عراقيين غش مطابين بها الجروبات يطلون معلومات ويجون وما يدرون. فبالتالي تدري احنا خلينا نروح، انت تدري خلي تقول الحكومه العراقيه شيء ممكن ما محقق، بس راح تشيل الحكومه العراقيه قبل اسبوع او اسبوعين، تدري ايش لزمت؟ احدى المنظمات المجتمع المدني بالعراق تحول عن طبعا امريكيه عن طريق السفاره تحول 12 مليون دولار من اجل دعم المثليه بالعراق. احنا ممكن هذه الامور هي تؤدي الى مشاريع تطبيع مثليه، هاي لجنه وقفت فلوس، هذا انجاز لحكومه السودان. هسه ما يقبل ان يحكي، لكن هذا اقول لك بصراحه وقفت، هاي جمدت الفلوس ووقفت، لكن هذا ما موجود. هناك استهداف حقيقي لهذه الدوله البنيه التحتيه تحول، لا ما تدري يعني ما وقفت يعني هي. وقفت يعني ماكو، هذا ما موجود تدري موجودين هم هنا مو مقرهم هنا مثلا، هاي توزع الى بعض الشخصيات وبالدعم في هذا الموجود. لذلك اكو مشاريع تمرر من جهد، لذلك يجب ان تكون هناك وحده صف. يعني انا اليوم اشتركت بالحكومه، لا اشتركت فزت بجيت كذا، وانا باعتقادي سماحه السيد يجب ان نتعامل به انه قوه حقيقيه وكبيره ورادع كبير ان نتعاون معه. احنا نروح لقبل ما يجينا، ولكن هل سماحه السيد والاخوه وكان توجيه بحرق المكاتب؟ لا، تعرف التيار الصدري تيار كبير، يعني اليوم كل هذه الاحزاب ما تجي 10% من ما موجود بالتاريخ. اتكلم بصراحه، واغلبهم من الشباب والعاطفيين، وبالتالي الاندفاع يكون مساله طبيعيه،
تصير في كل مكان يعني سه شو احترق باب دائما يقول السيد المالكي يقول أنا إيدي مهدودة صحيح الصلح والصلح يعني أنا متيقن ومتأكد السيد المالكي لا يقبل بهذا الأمر ولا يرضى بهذا الأمر وأيضا يتمنى أن تكون هناك مصالحة حقيقية ما بين التيار وما بين حزب الدعوة وما بين شخص المالكي والشخص سماحة السيد هسه ماكو ظروف ماكو ممكن أيادي خفية أيضا تدخل في هذا الصراع أكو ناس توقف ممكن 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 اليوم للأسف الشديد كثير من عندنا يباوع بذنة هاي من عندنا هذا البيان ولذلك أنا يعني لم نصل إلى مستوى القادة لأن القائد حتى لا يشوف شيء أين يجب أن يتجاوز إذا كان بضرر للمصلحة العامة لا إحنا نباع بدنا حقيقة كل شيء نروح به طيب أكو استفزاز التيار يشعر بأنه أكو استفزاز إلي أكو حملة ممنهجة ضد أصحاب القضية ما أصحاب القضية وشفت اللي صار بخصوص أصحاب القضية وشون أثرت على شخص السيد مقتدى الصدر وشون تأزم لا بالعكس بسببها بالعكس وحاول يشذب التيار من يمها واتهمت بعض الجهات القريبة من التيار جهات إطارية بالوقوف وراء أصحاب القضية لا يا أصحاب القضية يعني أنا مباشرة الموضوع قديم جديد بس التسع قعدتها بسبب الجهل والفقر يوم شنو جهل شو تحكي له شي باوع على وسائل التواصل الاجتماعي يصدق ويروح أنا أقول سمحت السيد قام بخطوة شجاعة لم تتمكن مراجع من القيام بها وحاربهم وقف منعتهم وأنا باعتقادي اليوم وأن على صوتهم إلا أنه نبه الناس حتى ما يكبر هذا الحجم الذي كان بالعشرات أصبع بالمئات لأن صار أكو خوف اليوم ماكو هذه الاجتماعات العلنية الحقيقية كذا لذلك هذا الفعل الذي قام به سماحة السيد سوف تذكروه بالمستقبل بأنه أوقف مشروع وأجهض مشروع كان يضرب الصميم العقائد الشيعي في العراق الكثير يجمع على أن تحركات السيد الصدر الأخيرة يعني ربما هي تحركات تمهيدية للعودة تعتقد راح نشاهد تغريدة سياسية واضحة بالإذن بالعودة السياسية يعني سمعت السيد الصور احنا ما تكلمنا عن سمعت السيد حقيقة ما أردت أتكلم نيابة عنده متحكيشي يعني بصفة بها العرجي محلل مثل ما يقولون يخ نريد بعض المعلومات سمعت السيد يدخل من الباب ما يدخل من الشباك والباب هي الانتخابات فبالتالي أكيد سوف أنا يعني توقعاتي ومعرفتي بالصدرية أخوتي لا يترك الانتخابات وأنا أيضا يعني قلت سابقا وقلت مرة ثانية سمو الأخوان يطلعون دعاية انتخابية وبعض المرشحين يروحون وتذكرني سوف لا تكون انتخابات مجالس المحافظات مستحيل ما راح تجري؟ مستحيل شو يعني أنا بددرتها يعني بيّنتها بأكثر من قناعة يعني أسباب فنية أولا هذه المفوضية تنتهي صلاحيتها بالشهر 12 بالشهر الواحد عفوا والانتخابات بالشهر 12 فإذا وصلنا اعتراضات مثل ما كانت في الانتخابات السابقة وخذت فترة من راح ينظر بها كل الأحزاب والكتل غير مهيئة للانتخابات حتى اللي تعلنها باستثناء السيد المالكي الشيخ عيسى القاضي علي سيد رئيس الوزراء باقيين كله بس كلام وشعار لذلك سوف يعملوا من الداخل من أجل أن لا تكون الانتخابات اليوم أكو طرح جديد دولي صار كم يوم إنه يا بخلي نأجلها إلى منتصف الشهر السنة القادمة مع تقريب مجالس انتخابات مجلس النواب في يوم واحد يعني يصير مبكرة هذا طبعا مرفوض أنا لأن كل شيء يصير في العراق يتحول إلى عرف العادة يعني هو خطأ كبير كانت الانتخابات المبكرة السابقة فندخل انتخابات مبكرة يعني بعد بالمستقبل مصر عندنا حكومة ستة شهور سنة وتخرب لذلك أنا باعتقادي يعني اليوم ما أرد أخوف الناس العراق يمر في أخطر مرحلة واليوم من يتحمل خطورة المرحلة مو سيد السودان السيد السوداني إجا وباعتقادي أكثر رئيس وزراء عنده مقبولية بالشارع من غيره ما نقول مقبولية كبيرة لكن موجودة المقبولية أن نجاح السيد السوداني بتنفيذ مشاريع اللي وردت بالبرنامج الحكومي ونجاحنا لنا جميعا لذلك علينا جميعا سنة شيعة كرد أن ندعم هذا الرجل في تحقيق برنامج الحكومة الذي سوف يأتي بظلال الخير علينا جميعا سوف تعاد الثقة ما بين الشعب العراقي وما بين المنظومة السياسية الحاكمة الموجودة بكل الأحزاب فلا بعضنا أن يتحمس الفرص من أجل إيقاع هذه الحكومة وقع على الطرف أيضا على الإطار أن يقوم بمسؤوليته هو اليوم
من خرج من رحمه رئيس الوزراء أن يدعمه وأن يتصالح مع الآخرين. ليس من المعقول أنه سمحت أو الصدرين انسحبوا من البرلمان عندما يكون هناك قانون تعديل الانتخابات، ما حد يروح لهم. عندما يكون هناك موعد انتخابات ما حد يروح لهم. كتلة أكبر منكم لو انسحابهم هم كانوا اليوم مشكلين حكومة وهم الأغلبية في مجلس النواب. خل تكون مروءة في التعامل حتى ما يجي رد فعل من القاعدة الصدرية. وهي هذا رد الفعل جاي نشوفه باستمرار، والاستفزاز جاي نشوفه باستمرار. ولذلك إذا طلعوا الصدريين بتظاهرة لازم الإطاريين يطلعون بتظاهرة، مدونين الإطاريين يهجمون على مدونين الصدريين على أقل تصرف. بس هاي ما تأخذ، أنا بدنا نحكي بالمواقف استراتيجية، ما بدنا نحكي على مدون وتغريدة وما هاي تصعد مواقف بالأخير. يعني ما هو خليني أقول لك شو صعد مواقف. وين الصعد؟ صعد التيار الصدري خد تصعد إلى أعلى موقف. التيار الصدري بي بي بكنترول هو سماحة السيد مقتدى الصدر يهدئ كلش، لكن احنا خلينا نضبط الآخرين، خلينا نتكلم بصراحة. هذا واحد. اثنين، أنا قلت لك قبل قليل وعيدها مرة ثانية، سماحة السيد يختلف مع الإطار، واضح هسه مو نحكيها، ويختلف مع الحكومة مو واضح، لكن عندما يرى هذه الحكومة تقدم الخدمات لأبناء الشعب العابس سوف يدعمها بشكل غير مباشر. هواي تعول على حكومة السيد السوداني. لا مو على حكومته، لا انا احول على شخص السوداني حكومه، لا انبيه نصر رجل تك رجل. لا شلون تقيم وزراء حكومه السودان؟ يعني مو انا الجهه اللي اقيم حقيقه، لكن هو السيد السوداني رئيس وزراء سابق. لا انا اقيم بس منو اللي ياخذ بتقييمي؟ يعني برد اقيم ينخر قدام الناس. لا اخو عنده فت 5-6 وزراء كلك حقيقه. كلك؟ اي يعني مو بالمستوى مطلوب. تجي انا كرأي شخصي على وزارة النقل قائمة بواجبها الحقيقي بكل شيء. كل شيء عندنا ازمان تتراجع لورا. هل هذه ازمة المياه من يتحملها؟ سياسات السيد الوزير او غيره؟ هل عندنا في وزارات خدمية اخرى مثل الاتصالات؟ هسه بعض الوزراء خليني احكي لك بصراحة، يعني قد يكون واحد منهم متهم بفساد مثلا او عليه ملفات، بس ولا هذا يعني ان هذا الوزير لغير جهه كشخص محترم، لكن وين ترجع للجهه التي رشحتها. هسه انا ما ادري، يعني لا اقول السيد السوداني اذا جاء بمشروع تعديل وزاري فبالتالي على الجميع ان يدعمها حتى تكون حكومه قويه. وثقوا يا اخوان، نجاح السوداني وبفائده لكل الكتل السياسيه. طيب اذا جاء بتغيير وزاري، في حين كان الكلام قبل اشهر بانه التغيير الوزاري شبه حتمي، لكن اختفى الكلام عن تغيير يعني الوزارة. ما اتصور اختفى، انا اتصور يطلع الشهر القادم. اها سجلها يا مكشر القادم يطلع معنا. سجلها يعني الشهر القادم تغيير وزاري لو يبدا الطرح. يطلع الطرح. كم وزير؟ يعني قد يكون ما اعرف، يعني قد يكون لا تعرف سيد. اي يعني قد يكون بان تبدا باثنين وثلاثة ممكن. اثنين وثلاثة وبعدين تصعد الى يعني يعني المفروض الاداء اذا تسالني انا هذا مو لسان الحكومة او اي شخص، فالستة حقيقة ما يفيدوا. لازم يطلعون ثقل على الحكومة. أحرجوا السيد السوداني، أحرجوا نفسهم وكتلهم. زين الكتل السياسية شو راح تتعاطى مع هذا الملف؟ يعني احنا ليش خلينا نباوخ؟ خلطونا نموذج مثل وزير الداخلية، خلطونا نموذج مثل وزير الصحة. أنا أتكلم بصراحة، احنا الكل كنا متخوف من وزير التعليم العالي الأخ نعيم العبودي. نعيم العبودي من أفضل الوزراء الموجودين الآن. فاجأنا حقيقة بشغله بوضعه بعلاقاته مع أساتذة الجامعات. هذا مجتمع ليس بمجتمع سهل، أساتذة الجامعات والجامعات يشتغل ميداني 24 ساعة، يسأل يروح يرجع، وهكذا بعض الوزراء. خلي نجيب هاي النماذج، ليش نروح على النموذج السيء؟ خططونا مثل أنا. تعتقد نطلق مثل هاي النماذج؟ يعني أنا ليش لا؟ إذا كان يريد ينجح وينجح حكومته. لا أنا سؤالي أقول بأنه السيد أقول لك عدم نجاح الحكومة وتخسيرها بعقبات، ما حد ما يحكي عندما الصدريين ينزلون بالشارع. بعد لا حد يلوم الصدريين. طبعاً. الطاقم هذه لكل شيء في طبق من ذهب مثل ما يقولون، وصلنا إلى معارض شعبي. زين. السيد السوداني أصبح يمتلك قوة، بتعرف رجل دون كتلة سياسية. اختار الإطار التنسيقي، اختار لعدة تفاصيل ولعدة أشياء في مرحلة معينة. وبدأ يفرض عليه في بدايته، وكنا شفنا الفرض اللي صار. الإنسان أولا يملك إرادة، وثانيا يمتاز بالصدق، فالصدق الذي جاء يوم تشكيل حكومته في برنامج الحكومي هو وإن صوت عليه مجلس النواب، لكن كان بيتعهد أمام الله والشعب العراقي. لذلك تعهد أمام الشعب العراقي، يريد بكل الأحوال يطبق الجزء
مهم من هذه الفقرات بغض النظر هذه الكتلة ترضى هذه الكتلة تزعل. فيريد أن يمشي مشروع. اليوم تدري اليوم ترى الموازنة لحد الآن ما نفذت. يعني أول مرة أسمع في الموازنة يجب التعليمات أن تصدر في الوقائع العراقية والمفروض تصدر هاليومين أو ثلاثة الأسبوع يعني، وبالتالي تنطلق. اليوم وصلنا الشهر الثامن. أنا أعتقد هذه أمور لتأخير عمل السوداني. أول مرة في مجلس النواب ينصون على هذا الفقرة في الموازنة أن تنشر التعليمات. تعليمات الموازنة تنشر. الموازنة شو صارت؟ بس ما نفذت ليش؟ لأن يسوون تعليمات. وهذا بسبب خلاف بكل تأكيد. ممكن لا أرقلة مو خلاف يعني أكو واحد أكو قيادة خفية تعمل. زين هواي إجت اتهامات السيد السوداني مو كشخص، اتهامات بأنه هو يتحرك بناء على رغبة العصائب، هو رئيس وزراء العصائب وهذا ربما يسبب خلافات داخل الإطار أو سببت خلافات داخل الإطار. البعض الآخر يقول لا هو يمشي بكلام السيد المالكي وهو قريب على السيد المالكي. و شلون تتم العملية؟ لا لا هو مو تتم العملية. أنا هل هو الإطار خليط متجانس؟ أكيد لا مختلف. وحدتهم أزمة عبروا هذه الأزمة رجعت هذه الخلافات. ولذلك اليوم ما متفقين أن ينزلون انتخابات سوية، بعض يدفع بثلاث قوان بعض لا كل كذا، فبالتالي هذه مسألة طبيعية. لكن وين احنا للأسف الشديد كل هذه الأحزاب السياسية عندما أو مو كلها أغلبها وكثير منها تتاجر بشعارات الوطنية. لما أقول وحدة العراق، من أقول إصلاحات، من أقول كذا، من يوصل إلى مرحلة تشكيل حكومة يأخذ استحقاقات المادية بحكومة وبمنصب آخر، يترك رئيس وزراء ويترك التحالف اللي وجد من أجل رئيس وزراء. لذلك هذه مسألة طبيعية. أنا شفت حقيقة أنه يعني العصائب واقفين بشكل جيد مع الحكومة ومع شخص رئيس وزراء، فأكيد يتبادلون نفس الشيء. بس هو بطبيعة الحال يعني مو رئيس وزراء العصاب، هو رئيس وزراء الإطار. شلون يتم تلبية المطالب للكتل السياسية والضغط على رئيس وزراء وشلون يسبب؟ كان أنا باعتقادي سبب الخلاف لأنه كل قوى الإطار لا تستطيع أن تمرر كل شيء من خلال السيد السوداني. بس تروح كل الكتل مراضية عليه. حتى العصاب مراضية بس ممكن ساكتة، لكن تروح الكل مختلفة وياه، الكل بدون استثناء. كل كتل الكتل داخل إطار. البعض الآخر يجي يعطي موقف يريد من عنده. السيد السوداني ما مو سهل أن ينطي. مسهل؟ مسهل أن ينطي نعم. طيب خلينا نستمر وياك بالحوار. الفاصل الأخير سيد البهاء، بعده نتابع البرنامج. إلى فاصل مشاهدي الكرام. من جديد أهلا بكم مشاهدي الكرام، الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم. وضيف الحلقة السيد بهاء العرجي نائب رئيس وزراء الأسبق السياسي العراقي. الجزء الأخير إحنا قبل الفاصل كنا نتكلم على المشاكل داخل الإطار التنسيقي وبين كتل الإطار التنسيقي وبين السيد السوداني. تعتقد راح يوصل السيد السوداني إلى لحظة ربما ينفجر بوجه ويصير خلاف علني بينه وبين إحدى كتل الإطار التنسيقي؟ ما يهم، حتى لو كان ويا كل الإطار إن شاء الله ما نوصل لهذا الشيء لأن هذا يأثر على الوضع السياسي، لكن ما يهم. هو يقول لك أنا أمين على برنامج حكومي تعاهدت به أمام الله مع شعبي أجي أنفذه. هل ممكن أستطيع وفق هذه الإمكانيات أن أنفذ هذا البرنامج؟ يزعل فلان يرضى فلان، لكن أكو أطراب بالإطار حتى الآن أخص الناس أشياء يعني تعي هذه المسؤولية الكبيرة، لذلك تدخل من أجل من داخل الإطار من أجل توحيد صفوفه. لكن توحيد صفوفه حقيقة صعب جدا وخاصة نحن في مرحلة انتخابية. والمعلومات اللي عندي بأنه سيد بهاء العرجي يمثل خلينا نقول طوق نجاة، مو طوق نجاة، ساعي بريد أمين، مطفي حرائق برائع بين السيد السوداني وبعض قوى الإطار التنسيقي. والله أولا أنا لا أقبل بشاعي بريد، عذرا مو ساعي بريد، طافي حرائق خلينا نقول سياسية. أنا لم أكلف لا منا ولا هنا، من أنا من أشوف خطر ومشكلة أدخل على من وحدي. بس قد يكون لمصلحة حكومة لمصلحة كتلة أنا شخصيا تق لم أكلف يعني هذا التوهم سابقا، بس قد يكون السوداني تجي صديقي أخي زميلي كان أكو علاقة طيبة أكو كذا، هذا موضوع آخر. كنت أنا مؤمن بشيء أنا خطأ، البعض يقول لي لا تتبادر. أنا مؤمن إذا السوداني ما ينجح كلنا نسقط، إذا السوداني ما ينجح الجميع يسقط. اليوم تتذكر أنت قبل سنة هاي الثقة ما موجودة بين الناس وما كل المنظومة السياسية،
الخير منهم والشر منهم. اليوم أكو بداية أمل، خلينا نقوي هذا الأمل، خلينا نعيد الأمل للناس، بعدين خدمات، خلي الناس ترتاح حتى تصفح عنك وعني وعن الآخرين. هذا اللي ممكن نقول. لذلك أنا باعتباري جزء من هذه المنظومة، يعني تدري ما عندي لا منصب رسمي ولا عندي ولا عضو بالبرلمان، لكن أنا جزء من هذه المنظومة، لازم أدعم هنا وأروح. قوة الصدري إذا يحتاجون مني شيء على رغم خلافاتي، يعني أنا حاضر أكون جسر في هذا الموضوع، لا يعني أنا أعمل معهم، أنا قايل ما أعمل مهم مستحيل، لكن لا، هذا العراق أكبر من كل هذه العناوين. والمعلومات كانت واضحة سيد، هسه مو بتكليف، أنت قلت من جنابك يجوز بواعظ شخصي حرصا على على عملية سياسية، حرصا على تجربة أنت تثق بها، كل واحد يكون مؤمن بتجربة معينة يدعم بها. صح. لكن هذه المهمة اللي أخذتها على عاتقك، تشوف بأنه الإطار راح يبقى مستمر للنهاية لو راح يضغط على السودان ويصير مشكلة كبيرة؟ هو مو مرات يستمر، يعني هو مو الفخر أو النجاح أن يستمر أو لا يستمر، مرات يستمر وهو بفشل. أنا أريد للإطار أن يكون رؤية. هل اليوم للإطار عنده رؤية للخارجية للوضع العلاقات الخارجية؟ ما فد يوم ناقشين الملف كل حتى قبل الائتلاف والتحالف، أنا أقول المنظومة التي تحكم، هل عندها رؤية مالية في موضوع الدولار؟ هل عندها رؤية في حل هذه الأزمات وخاصة أزمة المياه القاتلة التي سوف تأتي أكثر وأكثر؟ ما عنده. فأنا لما رشعنا السوداني أما نقف معاه، مو أخذنا قياداتنا وقلنا له في مال لا روح أنت ربك وقاتل، لا هذا مو صحيح. نستمر بالدعم إلى آخر لحظة. أحسن. زين، التجانس بين الرئاسات، خليني أقول مثلا طلعت على السطح بشكل واضح مشكلة مع السيد السوداني مع رئيس مجلس النواب، اليوم نسمع كلام في مشاكل مع السيد السوداني مع رئيس الجمهورية، هذا تشوفه أيضا يدخل في صراع سياسي لو بالفعل؟ لا، هذا أنا باعتقادي وإن كان يعني خلاف لكن لم يسوى له مشروع كبير، لكن خالف هذا على صلاحيات. ولذلك اجتمعوا الرئاسات الثلاث قبل بارحة، يعني كان هناك ود وواضح فيما بينهم وتجاوزوا هذا المرحلة. يبقى أكو أزمة حقيقية ما بين الحلبوسي والحلبوسي باعتباره يعني أزمة أصلها سياسي، مو يعني مو شخص الحلبوسي الرجل الأمانة. أكو توجه من المكون الذي ينتمي إليه بضرورة إخراجه في هذا المرحلة، وأكو تفاعل مع بعض قوى الإطار وليس جميعهم، لذلك ممكن هذا تكون لازمة. لكن أنا باعتقادي العراق ما يتحمل، حتى اليوم استبدال الأخ الحلبوسي أنا أختلف معه، لكن مو وقته حقيقة، وأنا أعتقد سوف لا ينجحوا في تغييره، وبالتالي خلي نحافظ على هذا الهدوء. الحلبوسي باقي؟ أنا تصوري يعني ما ينجحوا حقيقة، أنا أعرف عمق الوضع، ما ينجحوا في هذا الأمر، وبالتالي باقي. ليش نخلق أزمات ونأخر مجلس النواب وممكن أن ينعكس على حالات وحوادث وخدمات؟ خلي نمشي. أنتوا ليش رضيتوا به؟ حلبوسي يصلح يكون رئيس مجلس النواب لو لا؟ إذا ما يصلح ليش خليته؟ وكانت وإذا يصلح ليش تشيله؟ خطوة ذكية بأنه والله أنا من مرة ثانية من الأول كان المفروض ما أختار الحلبوسي. ما أنا مع الحلبوسي، أنا لو بيدي من الأول ما أخليه. ما يصير رئيس مجلس النواب لو أنا نائب مو عندي كتلة. لكن أن يكون بي هذه الأزمات واليوم هو رجل رئيس مجلس النواب وأن نغيره بسبب خلافات، يعني هذا موضوع حقيقة مو طيب. ليش دخل رئيس الوزراء على خط الأزمة ووقف؟ رئيس وزراء ما له علاقة، أكو إطار يتحرك سياسي. أنا ما أعتقد رئيس وزراء، تدري اليوم أنا ما اليوم أكو ملفات فساد انفتحت كبيرة في محافظة الأنبار، أكو أسماء كثيرة جدي، وبالتالي مطالع عندك مطالع عندي بس تنعكس عندما يكون هناك مسؤول ومسؤول كبير يجي اسمه من أكثر مرة بهذا الملف وذلك الملف. فيما يخص رئاسة الجمهورية، أكو بعض الكلام بأنه الخلاف السيد السوداني ممتعض من بعض تصرفات السيد رئيس الجمهورية. لا هو ممتعض بعض من تصرفات، هو المشكلة هاي الرئاسات مالتنا ما حد ما يعرف حدود الآخر، يعني باستثناء السلطة القضائية لأن حدودها موجودة بالدستور وهو أيضا رجل قانون في عرف الحدود. أنا جدت حكومة السيد الكاظمي حقيقة رئيس مجلس النواب أخذ صلاحيات كبيرة، رئيس الجمهورية أخذ صلاحيات أكثر مما هو موجود. هذا مو لأنه يستحقه على المستوى الشخصي، برهم يستحق أكثر من ذلك، بس أنا أقول كمؤسسة سيد السوداني ما يقبل، سيد السوداني يعني يحترم الدستور أمانة برقبته، ما يقبل للسيد الحلبوسي باعتباره رئيس مجلس النواب أن يأخذ صلاحية تنفيذية عين ذاك ويجي ذاك وقفه ويقول له أوقف غصبا عليك وفقا للدستور، ولا يقبل أيضا
أن تدخل رئاسة الجمهورية في عملها ولا ولا كذا. أنا ما أعتقد هاي الخلافات هي راح تأخذ صدى. أنا أعتقد انحلت. رئيس الجمهورية الرجل داعم للحكومة، داعم للسوداني، يريد الوضع يمشي، يريد يكون جزء من الحل وليس من المشكلة. طيب أكو أزمة بالعراق بخصوص المسيحيين وهي قضية السيد ساكو. ويطل المسيحيين بالعراق يا على أقلتهم، على أقلتهم بين السيد ساكو وسحب مرسوم جمهوري ودعوة من السيد رياني الكلداني وهذه الأزمة. رئيس وزراء كأنما بعيد عن الموضوع، لازم يكون بعيد. والمشكلة هو رئيس الجمهورية حقيقة أنا أعتقد يعني كان المفروض يحيلها المحاكم، يعني المحكمة هي أن تفصل. هذا خلاف قانوني، بس ما أقول قراره خطأ بقدر ما أقول يعني أزاد من هذه المشكلة. أنا أجي أقول يوم الأخوة فيما بينهم اختلفوا، مرة نسمع عن ملفات فساد وبيع وكذا، هو تنحل بالمحاكم إذا كانت صدق أو كذا. مرة لا، نقول أكو تزاحم على أن يكون هذا الأخ بالوقف الأقليات أو يكون كذا. هذه المسألة مو ترى يعني لا تصوروا أنه فقط المسيحي من يختاره هو رئيس الوقف، لا يشترك ويا الأقليات اللي هم الأزيدية والصابية. وبالتالي أنا معلوماتي الاخوان الصابئه واليزيديين لم يوقعوا للكاردينال، فمنها بدات الازمه. لكن ان تاخذ هذا المستوى، ان يكون فيها مستوى عالمي، ان تاخذ هذا الاعلام، انا رسالتي لا اقول، انا رسالتي الى الاخ ريان وهو اخونا ان شاء الله، اذا كنت ان تعتد قائدا حقيقيا ضحي بمصالح حزبك، بمصالح شخصيه، وان كنت استحقتها بالانتخابات، وأن تجد نوع من هذا الصلح وتدرء الفتنة ممكن أن استغلها الغير. خصوصاً بأنه يعني العراق بهذا الوضع اللي استعرضناه هسه بالحلقة، استعرضنا جزء بسيط من مشاكل بالعراق. أنت من تجيهم من هناك أنهم ينقل ماكو طائفية لياكل المجتمع الغربي كله مسيحي. تنقل مقر الكنيسة إلى أربيل. المشكلة خصوصاً بأيام الطائفية، بأيام داعش، يعني ما وصلت لهذه المرحلة أن يترك الكاردينال المكانة. بقى سؤال مهم أستاذ بهاء. التصريح القديم الجنابك أثرت بالجدل الكثير بخصوص التطبيع من النجف، ولديك اليوم نفس المخاوف؟ بعدك مصر على نفس الكلام؟ وصلنا المحمودية معود. لا صدق وصلنا المحمودية. تطبيع ماشي؟ مو ماشي بأفعال، مو مؤسسات. يعني بدي أقول لك هذا اللي يصير. يعني أنا جبتك يعني مو أنا أسحب السؤال نفسه على الجندر يعني والمثلية، حرق القرآن، المثلية، غيرها هذه كلها. يعني انت شلون تجي تمشي مشروع تطبيع او مشروع اخر؟ هو انهاء البنيه التحتيه للانسان العراقي. هذه العقيده الموجوده عندي والتدين والعرف والعادات والاخلاق، هذه تقتلها. تقتلها بيش بدني، وبالتالي يقول لك بعدين تقول لك من خليجي خليجي. هذا الموضوع علينا ان ننتبه عليه. وليه قلت من النجف؟ هي كان التصريح قوي جدا، بس تقول وصلوا للمحمودي. كل شكر التقدير لجنابك الكريم إتاحة هذه الفرصة. السيد بهاء العرج جناب رئيس وزراء الأسبق السياسي العراقي، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، ملتقانا في حلقات قادمة. حتى ذلك الحين في